السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة Everything with Dada. اليوم إن شاء الله ولحب ربي راح ندير معكم سنين فات. هاد سنين فات وصفة قديمة تفكرنا فيها مات زمان، شكون الدار الجزائرية اللي ما طابوش فيها سنين فات؟ ناس زمان كانوا الخبز اليابس ولا البيت جامي يرموه، كانوا يديروا به شخشوخة الخبز، كانوا يديروا به لشابلور. المهم واش نسحقوا؟ نسحقوا الخبز نقطعوه دي روندال كما راكو تشوفوا، كمية اللي حبيتو. وصفة سهلة، الخبز برك نقطعوه، نسحقوا البيض على حسب الكمية تاع الخبز. أنا هنا درت 3 حبات بيض. نسحقوا الحليب، نسحقوا العسل باش نعسلوهم، ونسحقوا شوية زيت وشوية زبدة باش نقليوهم. سيت اون سامبل غوسيت خفيفة. نسحقوا تانيك شوية تاع لافاني باش تمد لنا ريحة. واش راح نديرو؟ نخلطو البيض ديالنا مع لافاني مع شوية تاع الحليب، نخلطوهم بيان كيما راكو تشوفو. ونشعلو على الزيت تاعنا باش تذوب الزبدة. الزبدة تعطينا نكهة شابة لسنين فات تاعنا. الحليب عندنا هي ميزانة ليسونسيال، حليب وبيض. ديجا هاد المادتين فيهم فيتامين كبير للدراري. فوالا نبداو نسناو قبل الزيت تاعنا، قبل الزبده تاعنا تذوب في الزيت. وهنا نبداو نغطسو في الخبز ديالنا في هاد لو ميلونج كيما راكو تشوفو. نعاونو راح نبزوج فرشيطات ونبداو نحطو فيهم في المقله. فوالا حتى نكملوا الكميه تاع الخبز كامله كيما راكو تشوفوا. فوالا نحطوا الكميه تاع الخبز بهذه الطريقه. صدقوني جو اون ديغي دي بيني، يتنفخوا مع الخبز كي نعسلوهم هايلين بزاف. انا مازالني نتبع الطريقه تاع زمان والوصفات تاع زمان. كي يطيبوا من جهه كيما راكو تشوفوا، نعاودوا نقلبوهم لوطر كوتي. يزم يطيبوا كمام دوغي باش يجوا شابين هكذا كيما راكو تشوفوا. طيبوهم من جهتين على نار هادية، ما قوية ما هادية بزاف. ومن بعد تي كنقطرهم في كسكاس، نقطرو من الزيت وكي يقطرو نعسلوهم. نعسلوهم سافو با دير بلي كنغطسوهم، افيك اون كويير وندفقو عليهم العسل. هاهم ليك سنين فات تاعنا راهم واجدين، شهيتكم بالصحة. شوفوهم كيفاش خرجو اون ديغي دي بيني، دي بيني تباهم. على كل حال ان شاء الله تكون هاد الوصفه عجبتكم، ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يلحقكم جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.